نفس ورق التقديم بتاع دلوقتي. هو بالنسبه لورق التقديم هو زي المره اللي فاتت. الناس اللي كانت مقدمه قبل كده وما زالت مطابقه للورق في اللجنه بتقدم طلب بس تجدد فيه رغبتها في الترشح، بتقدم طلب تاني او شهاده تانيه بان الحساب اللي تم فتحه ما زال نشطا ومفتوح وجاري. الكشف الطبي يا فندم، الكشف الطبي زي ما هو اللي كان مقدم قبل كده لدى اللجنه، اللجنه مطابقه بيه زال، حتى الفيش والتشبيه زال. اما اللي سحب وراه فبيقدمه تاني. اللي الجديد خالص اللي ما عملش كشف بيتجه الى المستشفيات اللي حددتها وزاره الصحه ويقوم باجراء الكشف الطبي وبيحصل على صوره منه وبيجي يقدمه نفس الطلب. اللي فشل يا فندم المره اللي فاتت في الكشف الطبي ينفع اللي هو يقدم المره دي ويعمل كشف طبي جديد ولا؟ لا طبعا ممكن يقدم من اول وجديد تاني كانه لسه ما كشفش وكانه لسه ما طلبش، لان دي عمليه انتخابيه جديده بالنسبه له. المهندس عبد العظيم ابو عيش، حضرتك ممكن تكلمنا النهارده عن التقديم وحضرتك ازاي النهارده هتقدم؟ بص حضرتك انا شايف ان في يعني بالرغم من الزحام الشديد جدا ده لكن في سلاسه ملحوظه في الاجراءات، يعني الهيئه القضائيه متعاونه جدا مع الناس. العمليه انا شايف ان هي منظمه مش زي الناس ما بتقول. التسلسل اللي تم، كل واحد عارف دوره، كل واحد دخل بدوره. في يعني بعض من جانب السادة المرشحين المحتملين، لكنها يعني ايه فضول المسموح بيها. هل نفس ورق التقديم هو نفس ورق حضرتك؟ نفس الورق ما اتغيرش. حضرتك قدمت قبل كده؟ قدمت قبل كده وعدت تقديم تاني النهارده بعد تقديم صحيفه الحاله الجنائيه وخطاب البنك. هل حضرتك تقرير الكشف الطبي هو ولا لازم يتجدد تاني؟ لا مش متجدد تاني ولا حاجه. هو اصلا يعني ما حصلش فاصل زمني بعيد، يعني الفتره كلها 6 شهور ما بين المره اللي فاتت والمره دي. صحيح انا كنت اتوقع ان يعاد التحليل مش الكشف الطبي، ان في ناس كانت ممتنعه عن ان هي تاخد مخدرات فتره معينه. حضرتك بمجرد ما بيخلص الكشف الطبي والتحليل واجراء التحليل بياخد مخدرات تاني. حضرتك كنت اتمنى انه يتعمل تحليل مخدرات للناس اللي محمد فرغلي مرشح عن دائره اكتوبر، مدير في بنك التعمير. حضرتك ممكن تكلمنا النهارده عن التقديم وازاي حضرتك النهارده قدمت؟ نعم فندم. حضرتك ازاي النهارده قدمت وكلمنا عن التقديم النهارده؟ لا انا يعني حاجه محترمه وارقام وحتى الناس اللي قايمين بشغلهم حلو قوي، يعني حاسس ان في ثقافه فعلا، في تقدم. يعني يا عم احنا فتحنا قناه السويس وعملنا حاجه جديده، فاعتقد ان ده برضه جديد في مجال القضاء وحاجه مشرفه لينا كلنا. في اي مشكله واجهتك النهارده اثناء التقديم؟ لا كلهم بيرحبوا وكلهم مضيق زي ما انت شايف قاعدين، بتاخد وقت شويه في التسجيل لكن هو طبعا حقهم وحقنا. هل ورق التقديم هو زي المره اللي فاتت بالظبط؟ لا هو خدوا بس الفيش الجديد والجواب اللي هو يقول ان الحساب بتاعي اللي هو الانتخابي في البنك ان هو ساري حتى تاريخه ومفيش اي طلبات ثانيه طبعا. الكشف الطبي هو لا ما غيروش. طب هل الناخب اللي فشل في الكشف الطبي من حق له اللي هو يخش تاني يعمل كشف طبي ويترشح؟ والله لو هو راجل بيحب مصر ما يقدمش، لان احنا بقى عايزين ننهض بمصر بقى. يعني ايه واحد عنده كشف طبي ووقع كشف طبي قبل كده وقدم؟ ليه؟ يبقى هيخدم بلدنا بيه، سواء مريض او سواء مدمن، يبقى هيفيدنا بيه. احنا عايزين نتقدم للامام مش نرجع لورا.